ومتوسط الجمهوريه 2.3%. مدينه الغردقه الزياده السكانيه السنويه 6.2%. تخيلوا؟ طبعا ده محافظه جاذبه للسكان وجاذبه للعماله، يعني فعلشان كل اللي يجي بيبقى عايز سكن. فمن كثره الاجواء اللي موجودين واهالي البلد بدات تتحط القواعد، وصلنا دلوقتي ان اللي دخلوا اللجنه اللي هيتوزع عليهم المساكن الجديده اقامه 17 سنه. هو اللي طبق عليهم الشغل. طيب دلوقتي الدوله بتبني المشروع القومي اللي هو المليون وحده طرحين مره واحده نص مليون وحده سكنيه. انا سكت مع السيد وزير الاسكان، هو قال احنا مش هنعمل فوطه للمحافظات. يعني ما نجيش كان اللي بيتعمل قبل كده يجي والله نعمل 2000 وحده في الغردقه، 1000 وحده في راس جلال، 1000 وحده في القصير، هو ده الاسكان الاجتماعي. اللي معمول دلوقتي لا. قال لك كل الناس هتقدم، اللي ينطبق عليه الشروط هنقول والله الغردقه اتقدم وانطبق عليه الشروط 20,000. يبقى وزاره الاسكان هتقول لي لا، عايز ارض ابني عليها 20,000 وحده سكنيه. انا اوريدي مجهز الارض. يعني مسبقا انا مجهز اراضي ومرفقه في كل مدن المحافظه، ولكن دوركم الاتي علشان محدش يجي الفترات القادمه ليقول مساكن مساكن مساكن. يمكن يوم 26 هتبدا سحب كراسات الشروط. فكلنا اللي له اخ، اللي له والده، اللي له قريب، اللي له جار، اللي له الكلام ده، علشان انا نفسي اقلل الزمن بتاع الانتظار. طب ده ايه دورنا احنا بقى؟ نبدا فورا نقدم في مشروع الاسكان الاجتماعي، علشان فعلا اذا تخصص العدد اللي يستوعب اكبر نسبه من قوائم الانتظار هتلاقوا ان بدل ما كنا عاملين 15 سنه هتنزل الى اقل من 10 سنوات طيب في الانتظار. اتمنى ان احنا نستوعب كل ما يبقاش عندنا قوائم الانتظار. نعم. بالنسبه للاراضي اللي واخدينها وضعيات لحد دلوقتي. الاراضي اللي بتتاخد وضعيات اللي بيحصل. الاراضي اللي واخدينها وضعيات اللي بيحصل فيها بلطجه وكل يوم كهرباء بتتقطع وسرقوا كهرباء. ده فين؟ ده في شارع كهف. حاضر. مين اللي بيقول ده؟ مين اللي بيقول ده؟ وانا دكتور يا بنتي. اتفضلي. هو يا دكتور بس استفساري بس مش اكتر. الايه؟ استفساري بس مش اكتر. اتفضلي يا فندم. المستقبليه، ثق تماما لو في مسؤول
عنده الرؤية ما يبقاش مسؤول. الرؤية إن أنا زي ما بقول لك، أنا لما جينا نأمن الغردقة التأمين المالي والتأمين الكهربي قلت لحد سنة كام؟ 20-30. يعني ما بقولش ما أنا لو أنا عايز أكتفي بالسنة دي كنت أكتفي بمحطة اليسر ينظف كده تبقى 40,000 بس. ده كان المكان محطوط. بالظبط 40 و40 هذا 80 احتياجات الغردقة 80-90 هتمشي الموضوع. ولكن لا لازم انفجر دايما علشان نبقى عارفين ان طالما بنتكلم في خطة مستدامة واحنا كدولة حاطين الخطة المستدامة حتى 20-30. انا 20-30 انا كمواطن انا مش شايفه، ولكن هو محطوط في الخطة في الدولة. التنفيذ بيبقى جرادولي او مرحله. احنا حاليا في المرحله اللي احنا شغالين فيها اللي انا بقول لك اللي انا بدات كلامي فيه. ما ينفعش ان انا ابدا كلامي واقف على 2016، فبقول لك رؤيتي المستقبليه ايه. فده مش كلام يا بنتي، ده مش كلام معلش. انا بشكر طبعا حضرتك على رؤيتك المستقبليه اللي مش شايفها، وانا شرفني فعلا ان انا اكون من ابناء حضرتك من غردقه. بس برضه ماشي دي رؤيه حضرتك. طب وشو اللي احنا بقى كتير بنسمع عنها ان هي هتتسلم في 2016؟ الاراضي كتيره قدموا انتوا هتلاقوا. طيب بالنسبه للشقق اللي هتتسلم في 2016 هتتسلم فعلا في 2016؟ معاك محدد يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر بس اسمعني بس. أنا اسمي مارينا. مارينا. المساجد اللي احنا شغالين لو انت رحت دلوقتي هتلاقي شغالين في البنية الأساسية بتاعتنا. خليكي معايا يا مارينا ولا لا؟ لا ما حدش يحكي عليك، لا زي ما انت عايز تكلمك. ميرسي. يمكن كان اخر تنسيق ليا مارينا مع السيد وزير البترول ان كان هناك قاعده وزاره البترول شغاله فيها انه ما يبداش يعمل الشبكه بتاعت الغاز الا لما يبقى حصر الساكنين يمثل 40% من التجمع السكاني. ماشي؟ طب دي كانت نتيجتها تبقى ايه؟ ان احنا بنوصل ميه، نوصل صرف، نوصل كهرباء، ونرصف، وبعد كده تعالى حفر على شكل الغاز. فانا يمكن تنسيقي مع السيد وزير البترول فعلا بدانا ننفذ هذا الموضوع. قررنا ان الغاز زيه زي الميه، زي الكهرباء، زي التليفونات، زي الصرف الصحي. ندخل الشبكات كلها بالتوازن مع بعض. الشقق دلوقتي لو انت رحتي هتلاقي شغالين دلوقتي في اعمال تنسيق الموقع اللي هو ايه؟ خلصنا الميه، خلصنا الصرف، خلصنا الكهرباء، متبقي الغاز وصل. هل ينفع اسلمك الشقه والميه والصرف مش وصلها؟ ها؟ ينفع؟ فحاليا احنا بنخلص الجزئيه. بمجرد ما اخلصها هقول اتفضلوا علشان تسكنوا في الشغل. انا بس انا بشوف حضرتك كتير، بس انا بس ما بقاش شغل لازم تتجوز. بس احنا عايزين شويه تحليل بس يا مريم. ما تعرفين الزياده السكريه عامله فينا ايه؟ طب يعني انت مش عشان تتجوز؟ انا هتجوز عموما. عايزه تتجوزي؟ بقول لك ايه؟ يا احمد لما تتجوزي ببعتيلي دعوه بعد الفرح. وعد طب ما ينفع ايده كده؟ لا لا.
ولادي وبابا سعيد. لا 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 بسيطة جدا. أنا يعني بسلم حضرتك إن الأستاذ المستهدف من الإنسان الاجتماعي هم فئة الشباب. فأنا علمت كان المقدم 5200 تقريبا، احتمال يختلف عن 9200. فالأستاذ حضرتك تدخلك لبقاء ال 5200. شكرا شكرا. لو اطلعتوا على الشروط بتاعة المساكن دي، أولا الشقة 90 متر، التشطيب بتاعها سوبر لوكس، حاجة يعني فعلا طريق بالماريا هي وعريسها إنهم يقعدوا فيها. هما إيه مارينا؟ فالمقدم مش هيتاخد مرة واحدة بصراحة، ده هما مقصفين. يعني وزارة الإسكان حاطة الضوابط بتاعتها، يا سادة شوفوا الدولة مدعمة الشقة دي قد إيه. شوفوا بس، وأنتوا كلكم طبعًا يعني اللي عندكم وسائل البحث كتير جدًا اللي فيكم هيدخل على يكتب كده مشروع وزارة الإسكان للإسكان الاجتماعي 500,000 وحدة هيطلع. شوفوا المزايا، شوفوا الدولة دفع دعم قد ايه في تكلفه الشقه. ساعتها والله العظيم اللي ما هيقدم هيبقى هو الخسران وهو الندمان. واتمنى يعني نستوعب اكبر عدد ان